ناشطون من طرابلس تداولوا صور لعدد من المواطنين وهم ينتظرون منذ الصباح الباكر وصول شاحنات الوقود في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء بطرابلس. الصور جاءت عقب ساعات من اجتماع فائز السراج بمسؤولي شركة الكهرباء لمحاولة إيجاد حل للأزمة وإنقاذ ما تبقى من ماء وجه حكومة الصخيرات. وأكد النشطاء أن طوابير الوقود مشهد بات يتكرر يوميا في العاصمة المحتلة في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وحاجة المواطنين الملحة للوقود من أجل تشغيل المولدات الكهربائية. وبيّنت الصور مواطنون يجلسون في باحة الكلية العسكرية للبنات سابقا منذ الصباح الباكر منتظرين شاحنة الوقود لكي تجود عليهم ببضع لترات في هذا الجو الشديد بالحرارة والمعاناة. وأعلنت وسائل إعلام تابعة لفايز السراج أنه عقد اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بحضور رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ومستشاره لشؤون الطاقة حسب وصفها. وكما بحث الاجتماع وفقا لتلك الوسائل الإعلامية ملف المشروعات المتوقفة والإجراءات المطلوبة لعودة الشركات المنفذة لتلك المشروعات لاستكمال أعمالها. وبينما تسيطر الميليشيات الإجرامية والإرهابية على مقار ووحدات شركة الكهرباء يتواصل انقطاع التيار الكهربائي بالساعات والأيام، وتتجاهل حكومة السراج تأمين حاجات المواطنين الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، وتعمل على تسليم الوطن للغزاة الأتراك وأذنابهم القطريين لينطبق عليهم المثل إن لم تستحي فافعل ما شئت. لقناة ليبيا الحدث، سفيان بوغرسه.